يسعد صباحكم مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامج صباح سوري، ومع إشراقة يوم جديد منتمنى لكم كل التوفيق والسعادة. ومنستذكر مقولة عن الصبر بتقول: الصبر الحقيقي أساسه الحكمة والرحمة. صباح الخير ولا. يسعد صباحك محمد، وأهلا وسهلا فيكم مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامجكم صباح سوري. وأكيد بدي أرجع صبح عليكم، ومع بعض منروح لنبدأ مشوارنا الصباحي لليوم بأبرز العناوين. مع شابة سورية متفوقة رح نبدأ مشوارنا الصباحي لليوم. منا رح ننتقل سوا إلى فوائد حبة البركة، ثم مع سؤال الحلقة وتأثير الأخبار السيئة على نفسيتنا، إضافة إلى فقرات أخرى منوعة. نحن معكم على الهواء، كونوا معنا. بزحمة الأخبار اليومية والأحداث وخاصة بسوريا، بتجي أيام بيكون في عدد من الأخبار السيئة المتلاحقة، وهو ما بيأثر على النفسية بشكل مباشر. وسؤال حلقتنا لليوم: كيف ممكن نواجه نفسياً هالأخبار السيئة؟ نعم مشاهدين، لتشاركونا بتقدروا تزوروا صفحة حلب اليوم الرسمية، وللوصول مباشرة إلى رابط سؤال الحلقة بتقدروا تمسحوا الرمز الظاهر حالياً على الشاشة. أولى فقراتنا لليوم مشاهدينا بتحكي عن قصة نجاح. حصلت الطالبة السورية أنوار محمد العرفي على المرتبة الأولى في دراسة الماجستير في كلية الصحافة في معهد الدوحة للدراسات العليا، ورفعت علم الثورة احتفالاً بنجاحها. منتابع المزيد بالتقرير التالي. والآن مع برنامج الصحافة أنوار محمد العرفي. في إنجاز سوري جديد، حصلت الطالبة أنوار محمد العرفي ابنة مدينة حمص على المركز الأول في دراسة الماجستير بكلية الصحافة في معهد الدوحة للدراسات العليا بمعدل 98%، متفوقة على أقرانها بالدفعة. احتفت أنوار بنجاحها ورفعت علم الثورة السورية بعد أن طلبت إدارة الجامعة من الطلاب رفع علم بلادهم أثناء الحفل، حيث تم تكريمها من قبل عدد من المسؤوليين القطريين وعلى رأسهم وزير الداخلية في البلاد. أنوار واحدة من عشرات الطلاب السوريين الذين حققوا إنجازات ترفع لها القبعات في بلدان اللجوء، وحصلوا على جوائز وتكريمات عدة في مجالات مختلفة حول العالم، وأثبتوا أن السوري يمكنه النجاح في أي وقت وظرف. في الآونة الأخيرة ملأت إنجازات السوريين صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تفوقت الطالبة سعاد شلاش من مدينة حلب على زملائها في جامعة أوكسفورد البريطانية، ونالت الدرجة الأولى في مجال إدارة الأعمال والتجارة والاقتصاد. كما فاز أيضاً الشاب السوري محمود شحود بجائزة $1,000,000 مقدمة من ولي عهد دبي كأفضل مبرمج شبابي، لينضم بذلك إلى فئة الناجحين السوريين المميزين حول العالم. نعم مشاهدينا، بيسعدنا أن نرحب بأنوار محمد العرفي، خريجة ماجستير بمعهد الدوحة للدراسات العليا، انضمت لنا. أهلا وسهلا فيك يا أنوار، يسعد صباحك. أنوار عم تسمعينا؟ نعم. يسعد صباحك، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا أنوار. بداية ألف مبروك النجاح والتفوق والتميز. يعني لو تخبرينا هيك، تعرفينا عن حالك بداية، تعرفي المشاهدين مين هي أنوار، مين هي أنوار العرفي؟ يسعد صباحكم ويعطيكم العافية، وشكرا لقناة حلب اليوم على استضافتي. قبل عامين تقريبا تم استضافتي على منبركم الكريم أثناء تخرجي، بعد تخرجي من مرحلة البكالوريوس وتفوقي عام 2022. معكم أنوار العرفي، خريجة ماجستير الصحافة والإعلام، مواليد مدينة حمص، بالتحديد حي بابا عمر،
لجأت بعد معاناة طويلة في الحرب السورية إلى الأردن، عشت فترات قصيرة في مخيمات اللجوء، ومن ثم أكملت دراسة البكالوريوس في جامعة اليرموك الأردنية في تخصص الصحافة والإعلام قبل أن أنتقل إلى قطر. كما علمتم أنني تخرجت عام 2020، مباشرة بعد شهر واحد تم قبولي في معهد الدوحة للدراسات العليا لإكمال مرحلة الماجستير في الصحافة والإعلام وحصولي على منحة الشيخ تميم للطلبة المتفوقين. طبعا هذه المنحة لم يحصل عليها أحد من أقراني من الدفعة، فقط أنا، فهي يتم عن طريق مراحل متعددة تقييمي ومن ثم إعطائها لأفضل طالب في الدفعة. أنوار، طبعا تخرجتي من جامعة اليرموك الأردنية وكمان كنت فيها من المتفوقين، يا ريت تخبرينا بهذيك المرحلة عن الصعوبات والتحديات، يعني منا ذكرتي بعضها هلا، يا ريت تخبرينا أكثر عن الصعوبات والتحديات اللي كانت عم تواجهك، وخاصة أنه كان في معك أخواتك. بداية، أول ما وصلت الأردن كنا في المخيم الزعتري، وما كان في عندي أي أوراق ثبوتية تثبت أني أنا وصلت لمرحلة معينة في سوريا. فقدرت بعد فترة قصيرة أني أحصل على أوراقي، فكملت دراسة الثانوية العامة في الأردن. كان هناك اختلاف كبير ما بين المناهج السورية والأردنية، ولكن الحمد لله أنهيت الثانوية العامة بمعدل 94%. طبعاً كان تخصص علمي، وبعدها بفترة حصلت على منحة لدراسة الهندسة المدنية. درست لمدة عام كامل في جامعة آل البيت، وثم تخلت عني المنحة بسبب الظروف المادية التي أصبحت غير قادرة المنحة على إكمال دراستي. ثم انتقلت لدراسة الصحافة والإعلام، تكفلتني منظمة كرم، وهي منظمة يديرها سوريون في الخارج. وبعدها الحمد لله حصلت على شهادة البكالوريوس في الصحافة والإعلام بمعدل 96%، وكنت الأعلى على الطلبة في جامعة اليرموك، البالغ عددهم تقريباً 40,000 طالب. خلال تلك المرحلة واجهت صعوبة من حيث الوقت، فكنت حينها أعمل في تدريس طلبة المدارس الخصوصي، وأعتني بإخواتي وأنفق عليهم أيضاً، وفي نفس الوقت أنجز كافة المهام المطلوبة مني من طبخ وتنظيف، وهذا كان كله على حساب دراستي. لم أكن أرتاح أبداً، كنت أنام فقط 5 ساعات ومن ثم أستيقظ لأذهب إلى محاضراتي، ومن ثم إلى تدريس الخصوصي والاعتناء بأشقائي. رغم صعوبة تلك المرحلة، إلا أنني أنجزت في النهاية وتفوقت بمعدل لم يسبق أحد أن أخذ مثل هذا المعدل في مرحلة البكالوريوس في جامعة اليرموك. نعلم أن الصحافة تخصص عملي، فيحتاج أيضا إلى جهد أكثر من التخصصات الأخرى. نعم أنوار، بغياب والدك ووالدتك يعني بهي الفترة لما كنت بالأردن، مين كان سندك بهديك الفترة؟ مين كان يشجعك ويدعمك دائما لحتى أنت تكملي بهذا الطريق؟ صراحة كان الداعم الأول والأساسي إلي هي شقيقتي الأكبر مني، نور. نور نوجه لها تحية أكيد لنور، وتفوقت أيضا مثلي، وثم حصلت على منحة لإكمال الصيدلة التحليلية في ألمانيا. وأيضا لا أنسى فضل أخواتي حسام وميرفت وأخواتي الصغار أيضا الذين دعموني ووقفوا بجانبي، ولا أنسى فضل أساتذتي في جامعة اليرموك، فهم الداعم كمان الأساسي لي، فهم كانوا أيضا يقفون بجانبي في ظروفي الاجتماعية والشخصية. نعم أنوار، لو تخبرينا كيف حصلتي على منحة الماجستير بمعهد الدوحة؟ بعد حصولي على معدل 96% في مرحلة البكالوريوس، قدمت بعد تقريبا أسبوعين لمنحة معهد الدوحة للدراسات العليا.
تم تقييمي على تقريبا 4-5 مراحل، ومن ثم تم قبولي في منحة الشيخ تميم في معهد الدوحة في قطر. طبعا كلنا نعلم أن معهد الدوحة يقوم باستخدام الطلاب من دول النزاعات، وهو معهد خاص بالماجستير. وأنا وقتها سجلت على تخصص الصحافة وحصلت على المنحة الحمد لله. طبعا المنحة هي معنوية أكثر ما هي مادية، خاصة أنها يعتبر كوسام شرف أنني حصلت على منحة الشيخ تميم، وهي المنحة العربية الأولى التي تقدم الدعم للطلاب النزاعات والدول النامية. طبعا هذه المنحة لمدة عامين. أنا أسكن في معهد الدوحة، قدمت لي كافة الدعم من قبل المعهد وأيضا دولة قطر. نعم أنوار، بدنا نحكي شوي عن يعني هلأ حاليا تخرجتي الحمد لله وبمعدل عالي وتفوقتي على زملائك، شو ناوي لبعدين؟ يعني رح تكملي بالمجال الأكاديمي ولا بتفكري أنه لا تفوتي شوي بالمجال المهني كونه يعني حضرتك خريجة إعلام وصحافة؟ مارست العمل الصحفي من عام 2016 وإلى الآن تقريباً راح يصير لي شي 6 سنوات وأنا في الصحافة. ولكن لابد يعني أنه أن أطمح للحصول على وظيفة مناسبة لي لأطبق ما درسته في ميادين الصحافة على أرض الواقع وأكون صحفية ناجحة، كما أنني أمتلك خبرات ومهارات جيدة وأحتاج إلى تنميتها وتطويرها في هذا المجال. وأرغب أيضا في أن تتبناني مؤسسة إعلامية رصينة حتى أني أعمل لديهم. وأخيرا أكيد أنا طموحي منذ البداية أن أكمل حتى أحصل على شهادة الدكتوراه، فنحن نفتقر جدا لأساتذة في هذا المجال خاصة السوريين. نعم أنوار، يعني شكرا جزيلا لحضورك معنا اليوم، أكيد بدنا نتمنى لك هيك المزيد من النجاح والتألق والتفوق، وإن شاء الله هيك بتحقق كل أحلامك وأهدافك. أهلا وسهلا فيك. مشاهدينا الكرام، مشوارنا الصباحي مكمل، وبعد الفاصل رح نكون مع فوائد حبة البركة، خليكم معنا. أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا عن جديد، ومنذكركم بسؤال حلقتنا لليوم يلي كان عن مواجهتنا النفسية للأخبار السيئة. نعم مشاهدينا، لا تشاركونا، بتقدروا تزوروا صفحة حلب اليوم الرسمية، وللوصول مباشرة إلى رابط سؤال الحلقة بتقدروا تمسحوا الرمز الظاهر حاليا على الشاشة. نسمع من قديم الزمان عن استخدامات حبة البركة، أو مثل ما معروف اسمها الحبة السوداء، وضرورة تواجدها في كل بيت، تستخدم في المأكولات والحلويات، كما لها استخدامات طبية حيث تساعد على رفع مستويات الطاقة واليقظة. نعم، وأيضا زيادة القدرة على التركيز وتناولها يساعد على تحسين التنفس وتحسين مستويات الطاقة أثناء ممارسة التمارين الرياضية، لكن بالمقابل أيضا لها أضرار طبعا إذا تم استخدامها بكميات كبيرة أو من دون إرشادات. مشاهدينا، لنحكي أكثر عن هذا الموضوع أكيد بيسعدنا أن نرحب ببيان حيدر، اختصاصية تغذية. أهلا وسهلا فيك بيان، يسعد صباحك. بيان عم تسمعينا؟
صباح الخير بيان. بيان معنا بيان؟ بيان إذا كنت عم تسمعينا يا ريت تخبرينا كيف بتساعد حبة البركة على خسارة الوزن والتنحيف، كونه هذا هيك هلا الموضوع هو الشغل الشاغل للشباب ولحتى الصبايا كمان. بيان صباح الخير. تمام. بداية يسعد صباحكم. عندي بس الناس ضيفة دائما لازم يكون في عندي مشاكل بالنسبة للمشاركة. على كل أن الصوت مسموع بس مو كثير بوضوح، لأن السؤال اللي سمعته أنه كيف بتساعد حبة البركة بخسارة الوزن. تماما. حسب ما سمعت يعني مثل ما بنعرف أنه حبة البركة هي من أحد البذور اللي انذكرت بالطب النبوي، يعني أنه فيها شفاء من كل داء. فبالنسبة لحبة البركة بتحتوي على العديد من الفوائد اللي بترفع عنا سوية المناعة، بتحسننا من صحتنا بشكل عام، بتخفف عنا الأمراض، بتخفف عنا حتى ممكن المشاكل النفسية، بتحسن عنا جودة النوم. بالإضافة للفوائد الثانية إنه هي بتساعد بخسارة الوزن عن طريق الشيء اللي في عنا أحيانا بعض الأمراض أو بعض المتلازمات اللي بتصير بالجسم اسمها المتلازمة الاستقلابية. هدول الأشخاص اللي عندهم المتلازمة الاستقلابية هي طبعاً درجات بيكون في عندهم معدل الحرق بطيء. هاي المتلازمة الاستقلابية بتتمثل إنه بيكون في عنا ارتفاع بضغط الدم، بيكون في عنا بداية سكري أو سكر صيامي بيكون مرتفع، في عنا مقاومة أنسولين، في عنا كثير من الأعراض يلي بترافقها، ومنها زيادة الوزن وخسارة الوزن بتكون بطيئة جداً. فخلينا نقول إنه حبة البركة هي بتساعد في علاج المتلازمة الاستقلابية. بعض الدراسات تم على بعض الأشخاص اللي عاملين حمية غذائية مناسبة لهم، نفس الحمية انعملت مع للأشخاص بمجموعة ونفس الحمية انعملت للأشخاص بمجموعة ثانية، بس تم إضافة عليها حبة البركة، فوجدوا إنه الأشخاص اللي كان في عندهم استخدام حبة البركة تم نزول الوزن بطريقة أسرع وأفضل من الأشخاص اللي بالمجموعة الأولى. نعم بيان، بعض الاشخاص بفضلوا ياخذوها على يعني ياخذوا حبه البركه على الريق، شو هي الفوائد اللي ممكن تتحصل تكون بشكل اكبر على الريق، وشو هي الحالات اللي ممكن انه يمنع فيها تناولها على الريق؟ تمام. هلا حبه البركه لها فوائد كثير عديده، كثير يعني قائمة تطول وتطول. من أحد الفوائد اللي لها اللي هي مريحة جدا للمعدة، يعني الأشخاص اللي بيعانوا من حرق بيعانوا من حموضة زائدة، فهي مريحة لهم تخفف لهم هاي الآلام، يعني فبإذن الله ما في ضرر إذا نحن أخذناها عليه، لأنه مثل ما حكينا إنه هي مريحة للمعدة، مريحة للجهاز الهضمي. من أحد آليات التأثير عليها إنه هي مرخية للعضلات المنساء، العضلات المنساء اللي موجودة بالمعدة والأمعاء، فهي مريحة لهم، فينا نحن نأخذها عليه. بالعكس كثير مفيده، لانه هي كمان بتعمل على تحسين القدرات العقليه، بتعمل على تحسين الذاكره، مثل ما حكينا انه هي كمان ممكن تلعب على الصحه النفسيه، بتخفف لنا من الاكتئاب، خلينا انه نحن نبدا نهارنا بنشاط عالي وبشكل امن. هلا نحن اغلبيه الاشخاص وقت بنوصف مثلا لبعض العلاجات، يعني كمان ممكن انه هي تستخدم لعلاج العقم او لزياده الخصوبه عند الرجال او النساء او تنظيم الهرمونات، دائما بنحط عليه انه كبدايه استفتاح للجسم انه تكون هي شيء نافع. فدائما ببعض الخلطات يعني ما تذكر انه نستخدم نحن بذور حبه البركه المطحونه مع معلقه عسل مثلا منضيفه للاكل مثلا لزياده الخصوبه مثلا، او فينا نحن ناخذها معلقه حبه البركه المطحونه مع معلقة عسل مع معلقة زنجبيل، حتى هي تحسننا أعراض الإنفلونزا، أعراض السعال، أعراض التهاب الجهاز التنفسي. هي لها كثير فوائد وما في ضرر أبداً إنه نحن ناخذها عادي، لأنه مثل ما حكيت هي بالأصل مريحة للمعدة، ما تعمل لأي مشاكل، وبالعكس حتعطينا راحة، وإلى فوائد مثل ما حكينا على تحسين صحة الدماغ بشكل عام، فبيكون بداية إنهارنا بداية صحية إن شاء الله، ما في ضرر أبداً ناخذها عادي. وحتى الأشخاص اللي عم ينحفوا حالهم مثلا أو بدهم يخسروا وزن كمان بياخذوا عادي، حتى تحد من الشهية طول فترة هذا تكون كميات الأكل محدودة. نعم بيان، نحن رح نروح لنشوف مع بعض
نادي عن أبرز كمان الفوائد، فوائد حبة البريكي، لكن قبل ما نروح أكيد بدنا نتشكر حضورك معنا اليوم على المعلومات اللي قدمتي لنا إياها، وبدنا نتمنى لك يوم سعيد. بدي أسألك السؤال اللي ختمنا فيه، المادة بتستخدمها لحبة البركة؟ هي بستخدمها بصراحة كتير طيبة، خصوصي مع الجبنة هي، وحتى في الزيت يعني كمان زيت حبة البركة كمان شغلة محترمة كتير. ما عندك هيك طرق مثلا خاصة فيك إنه أو طقوس خاصة فيك لاستخدام حبة البركة؟ لا هي يعني أنا بالنسبة إلي خلاص هي من يعني من المتلازمات مع الجبنة تحديدا. يعني من دون حبة البركة بيغير الطعم. صحيح، حتى هي كمان لذيذة كثير بالحلويات، او خلينا نقول المعجنات اللي ممكن تنعمل بالبيت. فانا بشوف انه ستات البيوت مثلا، طبعا مو لكل الانواع، في انواع معينة مثلا مثل المعروك وقصص ثانيه بيعملوها بالبيت، فبينحط لها يعني حبة البركة، ففعلا بتعطي انه يعني طعمه هي ما بتكون ظاهرة كثير، بس انه تعطي هذا الطعم حتى يعني. شكل ممكن نحن نحس فيه حتى من ناحية الشكل تعطي شكل كثير. صحيح. الوظيف. نعم مشاهدينا، مشوارنا الصباحي مكمل معكم، لح نروح فاصل وراجعين.
أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا عن جديد، ومننتقل معكم لفقرة أخبارنا المنوعة، ومنبدأ بخبرنا الأول، حيث ندد وزير الأوقاف في حكومة النظام محمد عبد الستار السيد بمنع السعودية التعامل مع حكومة نظام الأسد فيما يتعلق بأداء فريضة الحج. نعم، وأضاف السيد يوم الثلاثاء 17 من أيار لصحيفة الوطن الموالية قائلا عن السعودية إنها سيست فريضة الحج منذ 11 عاما. الحج هو ركن من أركان الإسلام وليس ملكا للنظام السعودي أو سواه. نعم، ولا يزال ملف حجاج السوريين منذ عام 2013 بيد لجنة الحج العليا التابعة للائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة المعارضة السورية، وذلك بعد أن سحبته السعودية من وزارة الأوقاف التابعة للنظام كدلالة على عدم اعترافها بشرعيتها حينها. نعم، ننتقل إلى خبرنا الثاني وهو من القمر. سلام. وتقول أناليزا بول أستاذة علوم زراعة نباتات البساتين في معهد جامعة فلوريدا للعلوم الغذائية والزراعية المؤلفة المشاركة في دراسة حول زراعة النباتات على سطح القمر والمنشورة في دورية بيولوجية يمكن للنباتات أن تنمو في تربة القمر. نعم، والدراسة كمان بحثت أيضا في كيفية استجابة النباتات بيولوجيا لتربة القمر والتي تختلف اختلافا جذريا عن التربة الموجودة على الأرض، وتأتي هذه الدراسة في وقت الذي يخطط فيه برنامج تتبناه وكالة ناسا لإرسال البشر إلى القمر. وداد، شو رأيك إذا صار في إرسال، يعني صار في هجرة للقمر، بتحبي تروحي ولا مستقرة على الأرض؟ أنا مقررة إن شاء الله. مقرر، أنا هذا الكوكب خلص ما أعيش فيه، أنا بدي أروح على كوكب ثاني. بس بالكوكب الثاني ممكن يكون بالبداية يعني ما يكون في أسواق. معلش، باخذ أغراضي كلها وبروح. هلا حلوه الفكره، حبيتها. ممكن الواحد مثلا هيك يزرع هونيك نبتة او مثلا شجره معينه ويسميها باسمه. فقديش حلو انه انت هيك عندك نبتة مثلا بالقمر، نبتة باسمك بالقمر. بس يا ترى كونه نحن بالارض وبنشوف القمر يعني خلال الشهر اول 15 يوم يعني بيبدا زيف، يا ترى الاطلاله من فوق كيف؟ يعني نحن بنشوف كمان الارض هيك بتبدا بشكل هلال وبعدين ممكن أنه تصير مكتملة. فتخيل أنه هيك شكل القمر يصير يعطي على خضار شوي. إذا بعد ما بلشوا يزرعوا هيك، فتخيل شكل القمر كيف رح يكون. إن شاء الله، بس كمان ما يكون في هنيك حروب ومشاكل يعني. ومين يكون مسؤول عن الفيزا وملفات السفر لهنيك؟ أكيد، إن شاء الله نتمنى أنه ما يكون هيك. نعم مشاهدينا، منتقل لخبرنا التالي اللي بيحكي عن المضافات اللي هي موروث اجتماعي عن الأجداد منذ ما يقارب 400 سنة. نقلته العشائر إلى أماكن النزوح في الشمال السوري لاستقبال الضيوف وحل مشاكل أفراد العشيرة. تفاصيل أكثر مشاهدينا منتابعها بتقرير الزميلة سلوى عبد الرحمن. يقولكم صب لنا فنجان شبوا على النار، يطرد عنا القلب المشقة والهموم، يقوم شدح البيت اللي يجوك خطاب، وخلى الدخانيتكم مثل ردنا لميومي، وحلات الدنيا يا أختي بحميس وكتاب، وفنجال إني عطس رجال دومي. المضافة هي موارثينها من جدودنا من قديم، قديمة يعني ما يجوز 200-300 سنة، 400 متوارثينها يعني. أول ما نزحنا من ضيعتنا أهم شيء عدت القهوة الدلال، ما نحسن نتركها هناك، جبناها ويانا هنا أول شيء، حب أخضر ومنحمسها وندقها بالمهباش ونطبخها. نعم، حتى لو كان غالي بدنا، هاي يعني ملزمين بها. والله ما أقدر أقول لك هنا ربع غاد حجول. يعني البيت هذا مو مبني بس يشرب قهوة، البيت هذا أساس خبز، ولا على مرار نشرب مرار خبز، فهمتي شو الخبز؟ ذبح خراف. ايمت ما تجين تلقين الزاد موجود، ايمت ما تجين تلقين الذبيح موجودة، يعني ما ابو وقت محدد انه وقت غدا او وقت عشاء. ايمت الضيف ما يجي، لو يجي بالليل يعني تنزل عرب علينا اليوم مثلا 4-5 بيوت نزلوا علينا عرب، قام راعي البيت كم بيت من النازلات 4-5 بيوت، قام جاب 4-5 ذبايح ذبحهم وعزمهم.
تعشوا عنده. السلام عليكم. المضافة هاي لها دور كبير في حل الخلافات والنزاعات بين العشيرة داخليا ومع العشائر الأخرى، لا أهمية كبيرة بجمع الأحبة والرفاقة داخل المضافة دائما. داول الأمور العشيرة، حل الخلافات، مساعدة الفقراء، يعني كل الأمور هاي تنطرح داخل المضافة هاي. والله نستفيد الحكمة من كباريتنا، من ختائرتنا، من نستفيد نتعلم تراثنا وتاريخنا وعادات آبائنا وأجدادنا. ما بين المخاليج مكسوب أرزاق ربي بين خلقه وهاي. الطير وهو بالهواء يدرج له، ما جاب من رزقه سوى الله جايب، ومدبر الرزق مدير الهبائن. محمد، جربت شي مرة هيك تروح عند حدا عنده مثل هيك مضافة؟ رحت والله أيام لما كنا بسوريا رحت مرتين. كيف هيك كان شعورك؟ يعني أنا بصراحة أنا كتير مستمتعة كنت وأنا عم بحضر التقرير. أنا أول مرة يعني ما رحت عند حدا هيك، بس حابة كتير جرب. صراحة إيه بنصح، يعني في أمور وداد أحيانا مواقف وقصص بالحياة إذا بدك تذكريها تحكي عنها بالكلام فعلا ما بتعطيها حق، ما بتقدري توصفي يعني الشعور اللي بينتابك وقت خصوصي وقت اللي بتكوني بمضافة وقاعدة مع شيوخ العشائر. أنت وين جربتها، بالشام ولا أنه بمدينة تانية؟ لا بمدينة تانية بالريف باتجاه تقريبا كنا لقنيطرة. حلو كتير. في هيك مثلا عادات مميزة هيك بيكونوا بتميزون مثلا؟ ايه أكيد في لهم عاداتهم، يعني مثلا أحد العادات اللي تروحي طبعا الضيف الدرجة الأولى عندهم مثل ما ذكر يعني بأي وقت بتروحي الزاد ايه موجود، وإذا كان في حال لك طلب لبعد 3 أيام لا يتنفذ؟ لا ليسمعوا منك أول كل شيء، أنت ضيف تجددي بضيافتهم لبعد 3 أيام إذا في شيء بينحكى بينطرح الموضوع. جميل. طب أنه يعني شو المغزى من هاي القصة؟ أنه الليل بعد 3 أيام أنه لحتى؟ بصراحة سألت والله أنا بس نسيت التفاصيل بالضبط، بس يعني من باب اكرام الضيف يعني او تاديه الواجب انه خلص انت هلا ضيف عنا تماماً. انسى مشاكلك وكل شيء تماما وحتما يعني طلب مجاب. حلو كثير. يعني هي ممكن على حسب ما بذكر تكون هيك انه خلص الطلب مجاب فانت هلا ضيف، يعني ما لك جاي انت موضوع انه حاجب وتروح. حلو كثير. حتى حبيت كمان هيك الديكور المضافة اللي هني قاعدين فيها، هي كلها شغلات تراثية، يعني بعدهم محافظين عن جد على هاي العادات والتقاليد رغم كل ظروف النزوح اللي هن عاشوها. هاي شغلات لا يمكن انها تتغير على فكرة، لا مع تغير الزمن ولا مع تغير المكان. وخاصة انه هن يعني من الاشخاص اللي متمسكين بهاي العادات والتقاليد، فما بظن انه يعني ظروف النزوح او ظروف تانية ممكن تاثر عليهم، وانا بتمنى انه يضلوا مستمرين عن جد. يعني هاي العاده الوحيده يمكن اللي بتميزهم، يعني بتميز العشائر الموجودين بسوريا انه هن بيحبوا هاي الجمعات، بيحبوا انه يكونوا يعني بالافراح وبالاحزان مع بعضهم. في تماما في تكافل وتضامن. صحيح. نعم مشاهدينا، ننتقل معكم لفقرتنا التالية اللي هي مشاركات الأصدقاء، ومعنا اليوم مشاركة مميزة من صديق برنامج صباح سوري حسن العيسى، والصور من سهل الروج، منتابع الصور سوا.
نعم مشاهدينا، منذكركم بسؤال حلقتنا لليوم اللي كان عن المواجهة النفسية للأحداث والأخبار السيئة. للمشاركة مشاهدينا بتقدروا تزوروا صفحة حلب اليوم الرسمي، وللوصول مباشرة إلى رابط سؤال الحلقة بتقدروا تمسحوا الرمز الظاهر حاليا على الشاشة. مشوارنا الصباحي مكمل مشاهدينا، وبعد الفاصل رح نكون مع تعليقاتكم على سؤال الحلقة، خليكم معنا. أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا عن جديد، وصلنا مع بعض لوقت قراءة تعليقاتكم على سؤال الحلقة حول المواجهة النفسية للأخبار السيئة. نعم وداد، منروح لنشوف التعليقات. عنا التعليق الأول من يافا الحموي عم تقول: طالما عندي إيمان بحاول استقبلها بهدوء وطولة بال حتى أعرف كيف أتصرف. نعم. أما حسام مع عز الدين عم يقول: بالصبر والثقة بالله، وإنه الأخبار الجيدة أكيد جاي ورح تضحك لنا الدنيا. أبو العباس قيصر الشمال اختصر الكلام وقال: بالأكل. شو رأيك بداد؟ لا أنا ما أنتوا يعني الإناث يعني خافوا على الوزن. تخيل إنه والله أنا كل ما أسمع خبر سيء مثلاً على السوشيال ميديا روح افتح البراد واتفشش بالأكل، يعني أنا وزني قدي رح يصير بهاي الحالة؟ لا شوفي، إذا كان في ناس أحياناً بيأكلوا ما بيصير فيه. إيه بس الغالبية هن بيسمنوا يعني، فهذا الشيء ما نو صحة، أنا ما بنصحك فيه. أبو العباس لازم نتعرف عليه لأبو العباس لحتى نشوفه. يا ريت يا ريت. أكيد يعني بنتمنى محمد بالحلقات اللي جاي إنه عن جد نصير نستضيف يعني سواء أصدقاء البرنامج أو حتى اللي دائما بيكونوا إنه متابعينا ومشاركين اللي عنده أطرف تعليق، تعليقه فيه طرفة معينة لازم نستضيفه معنا. نعم بننتقل للتعليق التالي من عمار الزير عم يقول: عن تجربي بالابتعاد عن مصادرها كوسائل التواصل وغيرها والانشغال بالواقع ولو لفترة معينة. نعم التعليق التالي من عائشة صبري عم تقول: بالابتعاد عن السوشيال ميديا وانشغال النفس بطلعة مثلا لحديقة أو زيارة حدا يغير جو. أنا كتير ضم صوتي لصوت عائشة، وفعلا يعني هو حل مضمون. نوال رئيف عم تقول: استعين بالله. نعم بالله. التعليق التالي من اسلام ريشي عم يقول: استذكار الله واستذكار بان الحياه وكل ما فيها مؤقت. ايضا بننتقل للتعليق الاخير من نبيله دويري عم تقول: بقول لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. نعم مشاهدينا، بننتقل معكم لنرحب بضيفتنا الدكتوره ايمان تلو، طبيبه نفسيه. صباح الخير دكتوره ايمان. يسعد صباحك دكتورة. صباح الخير، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك دكتورة. تابعتي معنا التعليقات؟ صباحكم. وصباحك أهلا وسهلا. صباح الخير يا هلا. مثل ما شفنا دكتورة تابعتي معنا التعليقات، في أساليب مختلفة كانت من المتابعين، شو رأيك بالأساليب اللي يتبعوها؟ عم تسمعينا دكتورة إيمان؟
الحقيقه في اسامي طبعا ذكرت انه منطقيه ومو منطقيه واكيد عم بسمعكم ايه ان شاء الله انتم عم تسمعوني. نعم عم نسمع لكن يعني الصوت انا سامعكم. نعم تفضلي دكتوره تفضلي عم نسمعك. تمام هيك صوت احسن. نعم تفضلي. تمام طبعا بالنسبه للاراء والتعليقات اكيد في اراء وتعليقات مناسبه طبعا من خلال تجربه كل انسان من خلال هو نظرته للشيء اللي ممكن يناسبه. هلا نحن بدنا نحكي انه بالنسبه للاخبار السيئه بشكل عام هل هي اخبار شخصيه ممكن تجينا تعنينا بشكل شخصي ام هي اخبار عامه اخبار العالم اخبار الكره الارضيه اخبار المناخ اخبار الكون اخبار الحروب اخبار الامراض الاوبئه يعني اخبار منوعه جدا فممكن تجينا عن طريق انه التلفزيون او عن طريق السوشيال ميديا اكثر طبعا الان والمتابعه فاذا اذا حكينا عن الاخبار الشخصيه فانا اذا كان بدي يعني اتجنب كل خبر بيتعلق بحياتي الشخصيه حياه عائلتي مثلا وظيفه عملي بدي ما اسمع شيء ما اعرف شو صاير مثلا بمكان عملي ما اعرف شو التطورات اللي بالمكان اللي انا مثلا عايشه فيه شو التطورات اللي ممكن يعني عم بتصير بتعنيني مثلا في بلاد اللجوء في موضوع الجنسيه في موضوع الاقامه في مواضيع كثيره اذا بتجنب كل هالشيء بتروح لقمه الوعي والتدبير فهون المفروض اني على اقل بكون مبالغ بدون يعني باعتدال فحتى في عندي دليل واحد وانتباه واقدر اخذ الامور من ناحيه ايجابيه بشكل اني ما انظر الى الخبر بس بانه هو خبر سلبي قد يكون في وراء زاويه ايجابيه انا اذا دورت عنها بحثت عنها بشوفها فهي على مستوى الاخبار الشخصيه فعلى مستوى الاخبار العامه والدوليه فطبعا الامور مؤسفه جدا ومحزنه جدا بشكل عام بالافضل الاعتدال الافضل الاعتدال وعدم تتبع كل شيء بيتعلق بالكوارث والحروب والظلم على وجه الارض والمعاناه البشريه يعني. نعم دكتورة إيمان ما هي تقنية إعادة الصياغة المعرفية لمواجهة الأخبار السيئة؟ لو تخبرينا عنها. تمام هل بمعنى أني أنا بكل بساطة أنظر إلى الجانب الإيجابي أيضا يعني أتحرى أنه هناك جانب إيجابي أو صورة إيجابية أو فائدة إيجابية من هذا الخبر السيء يعني لا أنظر إلى بس سلبية هذا الخبر تمام فإني أبحث عن الخبر عن الناحية الإيجابية بالموضوع مثلا أتاني خبر بتعلق بي أنا بفرضا بأنه في مكان عملي في وظيفتي من المتوقع أنه خلص انتهى عقدي مكان إقامتي متوقع أنه لن أستطيع المتابعة في هذا المكان مثلا في أنظمة معينة إذا هون أنا ما بقدر أتجنب يعني أعتبر هذا الخبر خبر سيء محض يعني مفروض ابدأ انتبه انه شوفي طيب شيء ايجابي وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم طيب يمكن هذا يخليني اكون صاحب تجربة جديدة يمكن هذا يعطيني وعي وبحث وإيجاب طريقة لطور من نفسي طور من حياتي طور من عملي ان لا ابقى في عمل روتيني بحدود الفائدة لفترة طويلة فاذا هي بعض الاخبار اللي ممكن تجينا ونحن نتعامل معها بطريقة معرفية يعني ايجابية هي المقصود بطريقة معرفية إيجابية وليست سلبية على الدوام مهما كان الخبر سلبي مهما كان الخبر مهم مهما كان الخبر محزن علينا أن نحاول أن يعني نأخذ الجانب الإيجابي منه وما هو الممكن أن نبني عليه من تجربة جديدة من خبرة جديدة من تطوير جديد ونعطي لأنفسنا فرصة أن لا نعتبر أن هذا الخبر السلبي هو نهاية الحياة نهاية العمل نهاية مصدر الرزق نهاية الاستقرار بداية الضياع هي الأمور السلبية فلا ممكن يكون إن شاء الله بداية لإيش لتجديد وتطوير وخبرة إيجابية خبرة إيجابية جديدة فبهالطريقة بنكون نحن عم نعيد الصياغة فأنا أتلقى الخبر لكن أتوقف قليلا لأبحث ما يمكن أن يكون من وراءه من أمور جيدة ونافعة لأسرتي لحياتي أو للمجتمع بشكل عام نعم
دكتورة إيمان، من شوي فصلتي تقريبا بين موضوع أنه إذا الأخبار السيئة كانت هي من المحيط أو بتكون بتمس الشخص بشكل مباشر أو شخصي. أحيانا مثلا مثل بهالوقت هذا اللي احنا عم نعيشه، سواء بالماضي شوي أو حاليا، بيكون في مجموعة من الأخبار السيئة على المستوى الاجتماعي بشكل عام، وحتى بيسمع أحيانا الواحد أخبار مبشرة بالسوء لقدام، وما هيك كمان أنه بتجتمع يعني ظروف كلها صعبة، وبتجي كمان ظروف يعني أخبار سيئة بتمسه هو بشكل مباشر. بهي الحالة شو هي أفضل طريقة ممكن الواحد يتبعها لحتى يخفف عنه هالكم والضغط الكبير هذا؟ طبعا غير الأكل. طبعا غير الأكل، غير أحد الأكل. المتابعين اللي هو نهى الموضوع عنده قال أنه بيحط بالأكل. أكيد أنا ممكن أتفق مع الأكل بشكل صحي. يعني ممكن إذا كان بشكل صحي ما في مانع، لكن طبعا بالنسبة لسؤال حضرتك، المهم أنه أنا أكون عندي وعي لما بطالع الأخبار. أولا أن لا أبالغ، هي نقطة. أخبار سيئة كثير عن المجتمع والمحيط اللي أنا عايشة فيه أو البيئة، قد يكون فيها كثير يعني شائعات، قد تحتوي الكثير من الشائعات، الأخبار المغلوطة، الأخبار غير صحيحة المقصودة لتدمير الحياة النفسية والعاطفية والاستقرار الإنسان. فكثير في ناس مغرضين في هذا الأمر، وفي مواقع وصفحات وجهات تتعمد أنك أنت دائماً تكثر من هذه الأمور التي تدعو للتشاؤم وللإحباط أو بتنقلها، يعني سواء بقصد أو بغير قصد. في ناس بينقلوا القلق اللي عندهم والخوف اللي عندهم بطريقة سيئة جداً. فهون أنا بدي أكون معتدل جداً. أولاً انتبه أنه في شائعات كثيرة وبتكون أحياناً غير صحيحة وبتدخلني أنا بالحزن والاكتئاب والقلق والإحباط، فأنا لازم أتحرك هل هذا الخبر صحيح أو لا. ثانياً إذا كان في أخبار سيئة أكيد صحيحة أن لا أكثر من الاطلاع عليها، يعني يكفي أني سمعت الخبر مرة واحدة، أطلع من هذه الجهة ومن هذه الصفحة ومن هذه المجموعة ومن فلان من الناس ومن هذا الموقع وهذا الموقع هذا، أو أشغل كل وقتي في ذلك. طبعاً هذا لا ينفع، أساساً غير مجدي، وأكيد حيأثر على الحالة النفسية بطريقة سلبية، وحيأثر على الحالة النفسية بطريقة الصدمات وبطريقة القلق المفرط والشعور بالإحباط. فإذا التجنب طبعاً، الابتعاد، التخفيف، وبالتالي فأنا عندي وقت طويل، عندي واقع ممكن أعيشه، أنظر إلى أي شيء مفيد، أي شيء إيجابي علمياً، ثقافياً، اجتماعياً، صحياً، ترفيهياً لي ولأسرتي ولحياتي، ودائماً أعمل على تطوير ذاتي. أستغل هذا الوقت الضائع في متابعة هذه الأخبار التي في تطوير ذاتي من كل النواحي، في اكتساب وقت للراحة، للتأمل، للترفيه، للتنزه. صحيح، ذاتا يعني الفرص المتاحة. نعم، إحدى اللي علقوا يعني أو إحدى المعلقات ذكرت أنه الواحد يعني أنه أفضل طريقة أنه يطلع على حديقة أو يعمل أي نشاط يعني هيك يكون بالطبيعة. دكتورة إيمان، هناك دراسات ربطت بين ضعف الصحة العقلية والأخبار السلبية والصادمة، وقالت أنه كل ما زادت الأخبار السلبية بتزيد احتمالية التعرض للاكتئاب والتوتر. لكن يعني مثل ما بتعرفي حضرتك أنه نحن كصحفيين وأيضا الصحفيين الآخرين ومتابعين دائما للشأن السوري، فما بنقدر بلا متابعة الأخبار حتى يعني خارج أوقات الدوام، وحتى كمان ما بنقدر إلا ما نتأثر ببعض الأخبار حتى ولو ضغطنا شوي على أنفسنا. فشو الطرق اللي هيك بتقترحيها حضرتك لحتى نحاول نخفف شوي عن حالنا، نتكيف مع الوسط اللي نحن شغالين فيه؟ تمام. هلأ حتى يكون أداءنا المهني جيد يجب أن تكون صحتنا النفسية جيدة. إذا أنا بدي أعطي أولاً أهمية لصحتي النفسية، مهما كان ظرف عملي، مهما كان مجال عملي، حتى لو كنت أنا صحفي، فأولاً بدي أهتم أنا بذاتي، يعني بدي أهتم بصحتي النفسية بأوقات للراحة، بأوقات للترفيه، لا أبالغ في المتابعة، قد تكون المبالغة غير مفيدة، غير مجدية، يعني هي عبارة عن تكرار. فإذا أنا الأولوية ليست المهنة، الأولوية صحتي النفسية وصحتي العقلية. ثانيا الاطلاع والمتابعة بشكل معتدل، وكل إنسان يحدد يفهم على نفسه يعني الحدود، المدى اللي هو
بيستطيع أنه يتابع فيه، شعر بالتعب يتوقف، شعر بالاستياء وشعر بنوع من الأحباط يتوقف، يغير جو، يطلع من هذه الحالة إلى شيء آخر، إلى شيء إيجابي. يعني الوعي والفهم لكل إنسان منا لمدى استعداده، ما هي إمكانياته. في ناس عندهم درجة عالية من التحمل، في ناس عندهم درجة منخفضة من التحمل، عندهم حساسية عالية، ممكن ينهار لأبسط الأخبار، ممكن يشعر أنه هذا الخبر اللي حصل مع الآخرين وكأنه قد حصل معه هو نفسه، ممكن أنه يعيش صدمة حقيقية نتيجة المتابعة والتذكر، ويصاب فعلا ب يعني الاضطراب النفسي، ويؤثر هذا على أدائه وعلى صحته العقلية. إذن الوسائل، الاعتدال، يعني الابتداء بأني أنا دائما لازم أكون صحتي النفسية بالحدود الطبيعية والمقبولة مهما كنت أنا في موضع مهني، أعتذر أو أني أخذ إجازة أو أني أرتب أموري، أني أحافظ على صحتي النفسية من أمور أنا لست جاهز للتعرض لها. يعني ليست بطولة وليست مهنية أني أنا أخذ الأمور لأقصى حد، حتى كمهني مثلا كصحفي، لحد لأني أمرض ولحد لأني أتعب. فدائما الوقاية خير من العلاج، والاعتدال هو طبعا يعني أفضل الحلول في مثل هذه الأمور. أيضا في نقطة أنه أنا يعني كمهني كصحفي عندي وعي بأنه الحياة والمجتمع دائما فيها وجهين، وجه الشر ووجه الخير، وجه السلبية ووجه الإيجابية. فلذلك يعني علي دائما أني أكون يعني أن أرى الوجهين في هذه الحياة. نعم دكتورة إيمان تلو، طبيبة نفسية، شكرا جزيلا لحضورك معنا اليوم. أكيد يعني هيك نحن بندعي إنه الله يبعد عننا الأخبار السلبية سواء كانت على الصعيد الشخصي أو على الصعيد العام. شكرا لك وبنتمنى لك نهار سعيد. شكرا مشاهدين. لكم إن شاء الله أيامكم دائما سعيدة. شكرا مشاهدينا، لهون بنوصل لختام حلقة اليوم من برنامجكم صباح سوري مع أمنياتنا لكم بيوم سعيد، وإلى اللقاء. نعم مشاهدينا، تابعونا عبر معرفات قناة حلب اليوم الرسمية. دمتم برعاية الله وإلى اللقاء.